اللحظات الاخيره قبل توقيع مصطفى شلبي للزمالك، ايه اللي حصل بالظبط؟ الكابتن خالد متولي عضو اللجنه الفنيه في نادي انبي عمل اتصالات، طبعا هو راجل زملكاوي، عمل اتصالاته بمسؤولين جوه نادي الزمالك علشان يخلصوا في الصفقه ديت، وقال لهم ان اذا كان اللاعب النهارده سعره قرش بكره هيبقى سعره قرشين، وان اللاعب فرصه لنادي الزمالك ونادي الزمالك محتاجه. ليه؟ لان سيف الدين الجزيري احتمال كبير ان هو يروح يلعب مع منتخب تونس في كاس العالم، وبالتالي مفيش مهاجم صريح، وعرض عليهم ان هم ياخدوا مصطفى شلبي ويخلصوا في الصفقه ديت لانها هتكون مفيده جدا للزمالك، لانه هيلعب مكان سيف الدين الجزيري اللي انا من وجهه نظري شايف ان هو بعيد شويه عن مستواه، وان هو يلعب مكانه في فتره لما هو يروح يلعب مع منتخب تونس. وبالفعل مسؤول نادي الزمالك خلصوا الصفقه في الدقيقه بلس 90، يعني في اخر ثواني قبل ما باب القيد يقفل بحوالي ساعتين كانوا مخلصين في الصفقة وأعلنوا عنها، وده اللي حصل في صفقة مصطفى شلبي مع نادي الزمالك.